الوغ نقول لك اشكم هي من كلماتي والحاني ومن توزيع المايسترو عبد الصمد عكيف واخراج محمد مخشوم. اغنيه اللي وجدنا لها بزاف وخدمنا فيها بزاف والحمد لله دابا خرجات ورا الاولى في التوندون. صوفيا صديقه قديمه عندي، هضرنا انا وياها وقالت لي شنو كتوجد، قلت لها فوالا فوالا، اقترحت عليها الفكره عجبتها وجات البركان صورنا الكليب. لا لا صداقه وعزه عليا، فنانه رائعه وممثله واعره بزاف. هو ديما كيهم عدد المتابعين لانه هذوك كيبقوا متابعين ديالك، ودي قاعده ديالك اللي يكون اي جديد كتعلمهم بها، ويعني كيكون ضروري داك الفورس في الحياة الفنان. نقول لجميع النساء اللي في حياتي والوالدة ديالي و هابي وومنز داي، والحياة بدون النساء ما كتسوى حتى حاجة. إلي حتى هي صديقة ديالي و التعامل، لأنه كانت كتبارك ليا نبارك ليها في الستوري وداك الشيء، وقلت لها راه كاين واحد البروجي صيفطوا لها سمعاتو خدمت عليه هي صيفطاتو لي سمعتو وعجبنا داك الشيء وجات للسعيدية صورنا الكليب. اكزاكتومون. انا صراحه اكتسبت ديك المناعه ديال انه كينتقدوا اي واحد، كيهمني الانتقاد ولكن انتقاد بناء، اللي غادي يقول لك لي باغول ما عجبوناش مثلا لحن موسيقى هكذا، اما باش شعري ولا ف شي ديالي انا. لا بصراحه ما كنامنش في هادشي ديال المواصفات وان خصها تكون هكا وتكون هكا، راه فاش كي كتكون كتبغيها فاش كتبغيها، هادشي اللي كنشوف. ممكن ما عرفتش، انا كنشوفها غير تكون تفهم الدومين ديالنا لانه صعيب بزاف، وممكن تاثر الحياه الزوجيه على الفنان بزاف، هذا هو الخطا اللي كيوقفها بزاف. اما حادقه ولا داكشي يجي مع الوقت. تيرا نقول لك اشكم نقول لك حبيبي بيبي يا رم جري لي في دمي، نقول لك اشكم نحرم من عاسي جامي نساك لباسي قاسية، هي على بالي نبغيها مازال ماني قادر نقلعها من البال، يا على بالي نبغيها انكور هي عمري منى مورا. انا الفكره كانت ديال الاغنيه راه كانت واجده هذه عامين، وبالنسبه لتركيا دخلت كلمات اللي كيعرفوهم المغاربه، بالنسبه لي جو بونس راه مولفين في الافلام التركيه ولا المسلسلات انه يسمعوا اشكم تشوكوزيل ولا بيبي يورم، هادشي كلمات اللي خفاف ماشي ويجيو حلوين ومزيانين. هادشي اللي كاين من مور الاغنيه غير هو بغينا نتفرغوا شويه نكملوا الالبوم ابخي ان شاء الله، ضروري ما ندير شي حاجه في التمثيل، غير هو ما غاديش يكون تمثيل باش نمثل، التمثيل اللي غيضيف لي شي حاجه في المسيره الفنيه ديالي. لا اي دور فاش كتدخل في الشخصيه ممكن تمثل اي دور اللي كاين على حسب الدور وصافي، هادشي اللي كاين. لا لانه حتى هما ما تخيلش غادي يمثل شي واحد، لانه راه الدور ديال اشكم راه كان مافيا، يعني هو مافيا وقتلوا له صاحبته وداك الشيء هكا، يعني على حسب شوفوا تشوفوا تفاجئوا. تحيه للفنانه وتابعوا جميع الاخبار ديالي عبر الفنانه، مرسي لكم، رمضان مبارك كريم ان شاء الله.